قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك من يحرص، وهذا يمكن أن يكون قاعدة لك، لأن الكلام يكثر في اختلاف الناس، إذا رأيت العالم إذا رأيته يحب اجتماع الكلمة واتحاد الصف فهو من الموفقين وهو من أهل السنة والجماعة، لكن إن رأيت من يثير الفتن ويثير الناس على حكوماتهم أو على أمرائهم فاعلم بأنه صاحب هوى. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن لما ذكر أن الأمة تفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: الجماعة. في الحديث الآخر: على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن من يحرص على الجماعة هو متبع للحديث الآخر، على مثل ما أنا عليه وأصحابي، متبع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من رأيت من يزعزع الناس ويثير الفتن ويتصيد الأخطاء ويعظم الأخطاء، لأن الآن يعظم حقيقة ما يقع من هذه الدولة من أخطاء، تعظم وتفظع إلى درجة أن بعضهم يحكم بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. إن وجد خلل، الخلل لا يسلم منه أحد. نحن في بيوتنا، عندنا أبناء وعندنا بنات، ولدى هؤلاء من الأخطاء ما لم نستطع أن نقوم أخطاء بعضهم، وعندنا يمكن 6 أو 7، فما ظنكم بمن عنده؟ ألم تعلموا أنه ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تقطع الأيدي في السفر في الغزو؟ يعني سرق إنسان في السفر في الغزو ما تقطع يده حتى يرجع المسلمون. لما؟ لأنه لو قطعت يده هنا أثيرت الفتن والفرقة، والأمة بحاجة إلى أن تجتمع، ضد من؟ ضد عدوها. أما أن يكون الأعداء متربصين بنا في هذه الدولة من كل جانب، ثم إذا بنا يطعن بعضنا في هذه الدولة، وحتى من أناس وللأسف نصبوا أنفسهم علماء أو دعاة أو وعاظ، هذا من الخطورة في مكان نحن بحاجة. لأنه إن حصل خلل أمن لا قدر الله والله لن نجتمع هنا. فليتنبه العاقل، يعني لا تأخذه الهوى أو لا يأخذه هؤلاء الدعاة دعاة الفتنة من التحريض على الولاة وما شابه ذلك، فإن في هذا من الخطورة ما فيه. ولذلك قال السلف: الفتنة يعرفها العالم قبل أن تقع، من حين ما تأتي هو يعرفها، يقول انتبهوا انتبهوا، فإذا وقعت عرفها الجاهل والعالم، ثم إذا وقعت ما ينفع.